انتقالا إلى محافظة بابل مشاهدين، حيث ابتكر الطالب علي حمزة أحد طلاب كلية الهندسة المدنية بجامعة بابل، ابتكر جهازا يختبر مدى تحمل المباني لكوارث الطبيعة في سابقة تعد الأولى من نوعها في المحافظة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا علي الخياط، نتابع. ابتكر أحد طلاب كلية الهندسة المدنية بجامعة بابل جهاز يختبر مدى تحمل المباني للكوارث الطبيعية من خلال توجيه موجات زلزالية تشابه تلك التي تحدث في أرض الواقع. بعد دخول العراق ضمن نطاق الموجات ضمن النطاق الزلزالي، تولدت عندنا فكرة أنه نصنع هذا الجهاز حتى نعرف أنه المنشأ أو العضو الإنشائي إيش قد يتحمل موجة زلزالية. فسوينا هذا الجهاز، هو جهاز مصغر للجهاز اللي احنا حاليا دا نشتغل عليه. فتولدت عندنا هذه الفكره، نصنع هذا الجهاز، نولد موجه زلزاليه مشابهه للموجه الزلزاليه الطبيعيه على العضو الانشائي. تقدر كلفه الجهاز في الاسواق العالميه بـ100,000 دولار، في حين لم يكلف الطالب علي حمزه اكثر من 100,000 دينار عراقي، وهذا ما دفع الطالب إلى مناشدة الحكومة العراقية لفسح المجال للطاقات الشبابية لبناء البلد. ممكن احنا خلال هذا، يعني احنا صنعنا هذا الجهاز بكلفة واطئة جدا للأجهزة اللي موجودة. إذا احنا اعتمدنا على ترجيح الصناعات العكسية بالبلد، راح نوفر مادة اقتصادية كبيرة للبلد، راح نرجع عمل المصانع الهندسية اللي موجودة عندنا حاليا معطلة، وراح نوفر بها درجات وظيفية، وإضافة إلى ذلك هو راح يتنمى اقتصاد البلد صناعيا. نرجع العراق لا سابق عهده، هو بلد صناعي وليس استهلاكي فقط. الطالب علي حمزة قام تصنيع جهاز مصغر لتمثيل الموجة الزلزالية، هو بداية لمشروع أكبر جار العمل عليه حاليا، يمكن خلال شهر أعتقد راح يكمل، اللي هو يعني نستخدم الجهاز الكبير للتعرض على منشآت حقيقية. الجهاز اللي هو حاليا يعني موضوع التقرير، يعني هو بداية لفكرة نجحت الحمد لله والشكر. ورغم افتقار معظم الجامعات العراقية إلى مختبرات وورش عمل متطورة تتيح للطاقات ممارسة هواياتهم، لكن إصرار الطالب علي حمزة تغلب على كل العوائق. لقناة الفلوجة على الخياط، محافظة بابل.